وبعد هذا رسله قد أرسل لهم بالحق وبالحق الكتاب أنزله. الله سبحانه وتعالى هو الرب. الربوبية أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالنعم، ثم أن الله لم يترك الخلق هكذا فقط خلق ورزق، لا، أرسل إليه، وهذا من نعم الله، بل هي أعلى النعم، من أعلى النعم أننا الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب. نعم. لكي بذا العهد يذكرهم وينذرهم ويبشرهم. نعم، رسلا مبشرين ومنذرين. نعم، مبشرين لمن أطاع ومنذرين لمن عصى، صلى الله عليه وسلم. نعم. كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. نعم، أقامت الحجة على الخلق بإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباع من بعدهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. نعم، من يصدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا بد من تصديقه، ومن كذب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهو كافر كفر أكبر. نعم. وذاك ناج من عذاب النار وذاك الوارث عقبى الدار. نسأل الله من فضله. نعم. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء. أعرض وأبى. إعراض استكبار وعناد كما حصل من فرعون. نعم، نسأل الله السلام. نعم. فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. نسأل الله العافية والسلامة، فهو مخلد خلود أبدي في النار. فالذي يموت على الشرك الأكبر على الكفر الأكبر مخلد خلود أبدي في النار. نعم. فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين. التوحيد ينقسم إلى قسمين، التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا إشكال. والبعض يقول هذا التقسيم بدعة. كيف نجيب؟ من يعرف؟ من يقول ان تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام، تقسيم التوحيد الى قسمين بدعه، كيف نرد عليه؟ نقول انت لم تفهم البدعه اصلا. نحن لا نتعبد لله بالتقسيم، نتعبد لله بالتوحيد. جاءنا عامل لا اعرف شيء، اقسم التوحيد الى غيره، سالنا من ربك؟ قال ربي الله. ما دينك؟ قال دين الاسلام. تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادات؟ قال كل العبادات لله، والله سبحانه وتعالى هو المعبود وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لازم نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ لا. والعلماء رحمهم الله نظروا في نصوص الكتاب والسنة، وجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو تقسم التوحيد إلى قسمين لا إشكال. إذا قسمنا إلى قسمين يكون القسم الأول في الربوبية والأسماء والصفات، والثاني توحيد الألوهية. جنون هذا الذي يقول تقسيم التوحيد بدعة ولم يفهم البدعة أصلا. طيب نحن نقسم الكلام إلى اسم وفعل وحال، صحيح؟ ما الدليل؟ الدليل أذهب وانظر إلى كلام العرب تجد أنه يحصل في هذه الثلاثة أشياء. نعم. وبيان النوع الأول هو توحيد المعرفة والإثبات. نعم. أول واجب على العبيد معرفة. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم. والنحو أولى أولا أن يعلم. وقال من لم، قال والتجويد فرض واجب وكذا. كل واحد يعني يؤلف في الفن يدعي أنه أوجب الواجبات. لا، ما يمكن. توحيد أوجب الواجبات. لو جاء إنسان لا يعرف اللغة العربية، يهودي نصراني مجوسي، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسوله، قول عمل اعتقاد جاء بشروط لا اله الا الله، موحد؟ نعم. تعلم اللغه، تعلم قراءه القران ولا يعرف اصلا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقرؤون القران ولو جاوز تراقيه، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. اول واجب على العبيد. اخواننا معلوم هذا. يأتي اليوم من يشكك في المسلمات يقول لا، أول واجب الشك، أعوذ بالله، أول واجب النظر، أول واجب كذا، أول واجب التوحيد، ليكن أول ما تدعون إليه. قال ناظرهم، تكلم عن الأخطاء عند كذا، لا،
ليكن أول ما تدعون. إذن أوجب الواجبات وأول واجباته دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام التوحيد، وهي أسهل طريقة للدعوة. نعم. قال إذ هو من كل الأوامر أعظمه. أراد أن يبين لك منزلة التوحيد. نعم. وهو نوعان أيان من يفهمون. نعم. إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا القسم الأول. نعم. وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور. نعم، هو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. نعم. بارئ البرايا المنشئ الخلائق مبدعه بلا مثال سابق. نعم، تقدم أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية، الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا التوحيد لم ينكره أحد، لم ينكره أحد، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا التوحيد، حتى فرعون والنمرود، نعم حصل منهم إنكار في توحيد الربوبية، لكن هو في قرارة نفسه يعلم أنه مخلوق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم. الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت الأول فليس قبلك شيء. إحاطة زمانية في الأول والآخر والظاهر والباطن، إحاطة مكانية، ولا يمكن أن نعدل عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء، هذا معنى أن لها معنى. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه ثلاث مرات أوقف عند كل آية، إذن لم يستثني شيء. خاطبنا الله بما نعقل ونفهم، وقال ليتدبروا آياته ولم يستثني شيء. وأكثر ما في القرآن بل لا تخلو منه آية كما قال ابن القيم، ما هو التوحيد الأسماء والصفات، كيف لا يمكن نفهم التوحيد؟ ونرجع إلى فهم الآيات التي جاءت في وصف الرحمن سبحانه وتعالى إلى المتهوكين والنصارى والمجوس، عجيب هذا. نعم. الأحد الفرد القدير الكثير. الأحد واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، قل هو الله أحد. نعم. الصمد البر المهيمن العلي. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، والذي قام بنفسه وقام غيره به، مستغني عن كل شيء. وقال ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته، كمل في أسمائه وصفاته. نعم. علو قهر وعلو الشان. العلو إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. هناك من يذكر صفة العلو في مؤلف مستقل كالذهبي رحمه الله، لماذا؟ لأنه بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى تثبت كل الصفات. العلو علو في الذات وعلو في الصفات. علو في الذات ثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بأدلة خمسة إجمالا، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه أدلة إجمالية كم؟ خمسة، خمسة أدلة. القرآن تنوعت أدلة القرآن بإثبات العلو، تارة بذكر العلو وتارة بذكر الفوقية والاستواء وصعود الأشياء ونزولها منه. السنة بأنواع الثلاثة، السنة القولية الفعلية التقريرية، بل السنة المتواترة جاءت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. الإجماع أجمعت الأمة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. العقل يستحيل أن يأتي عاقل إلا ولابد أن يثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال، ونزه الله سبحانه وتعالى كل صفة نقص وعيب. إذن عقل، الفطرة، كان يقرر يريد ينكر العلو، فقام إليه طالب الهمداني وقال يا أستاذ دعنا من ذكر العلو، دعنا من هذا الكلام والفلسفة والمنطق، دعنا من ذكر العلو، أخبرنا يا أستاذ. ما دعا عارف قط، لا يوجد إنسان على وجه الأرض يريد يدعو إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو، تقول يا رب، يدق عليك الفقير زجاجة السيارة، أعطيني، إيش تقول له؟ ما تكلم، تصنع كذا، إيش يعني؟ ها؟ أي الله يرزقك، على الله يقول عندنا، صحيح، أثبت إيش؟ وتجد لو تسأله أين الله؟ قال في كل مكان، وهو يقول كذا، ويدعو كذا، ويسجد يقول سبحان ربي الأعلى، ويقرأ القرآن سبح اسم ربك الأعلى،
الأعلى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي على السماء. علو في الذات وعلو في الصفات. فإذا أثبتنا العلو لله، علو في الذات وعلو في الصفات، مع هذا أثبتنا كل الصفات. نعم. جل عن الأضداد والأعوان. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طريقة أهل السنة والجماعة، نسأل الله يجعلنا لكم منهم. في الصفات المنفية نفي عن الله مع إثبات كمال الظلم. وما ربك بظلام للعبيد، نفى الله سبحانه وتعالى نفس الظلم لكمال عدله. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الند والشبيه والنظير والمثيل لكمال أحديته وصمديته وكمال كمال غناه سبحانه وتعالى. نعم. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. بلا كيفية. ما معنى بلا كيفية؟ أن لله كيفية؟ نعم، لكن هذا الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. القاعدة عندنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله، والسؤال عنها بدعة. قال الاستواء معلوم المعنى، والكيف مجهول، يعني لا ندري عن الكيفية، لأن الذي يتكلم عن الكيفية كاذب والله. لماذا؟ كيف تدرك الكيفية؟ تدرك الكيفية بالمشاهدة ولم نرى الله، أو بخبر الصادق ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، أو برؤية المثيل إذا كان له مثيل والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن نثبت لله كيفية تليق به سبحانه وتعالى، لكن هذه الكيفية لا نعلمها وسؤال عنها بدعة. نعم. إذن ثلاث قواعد عندنا، إثبات وتنزيه والمعاني معلومة الكيفية علمها عند الله، والسؤال عنها بدعة. إثبات وهو السميع البصير، تنزيه ليس كمثله شيء، المعاني المعلومة الكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة، ولا يحيطون به علما. جمعة في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. ومع ذا مطلع إليه، يقول قد يظن يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان في هذا العلو قد يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، فالله سبحانه وتعالى قريب في علوه. نعم. أتعيد. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. نعم. تجمع، جمع الله بين في وصفه لنفسه سبحانه وتعالى بين العلو والمعية والعلم والإحاطة. نعم. إذن نجمع، ولا يمكن تقيس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم. قول أهل السنة والجماعة في المعية يثبتون لله معية حقيقية تليق به سبحانه وتعالى لا تماثل معية المخلوقين، ويسأل الله سبحانه وتعالى عن الظن الكاذب، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. نثبت المعية ونثبت مقتضى المعية، نثبت المعية كما ذكرنا الآن، ونثبت مقتضى المعية علم وقدرة وإحاطة. نعم. جميع معاني ربوبيته مفهوم. إذا نثبت المعية الصفة ونثبت المقتضى، كما أننا يعني في بعض الصفات مثل الرضا نثبت صفة الرضا لله سبحانه ونثبت مقتضى الرضا كذلك الثواب، ولا نفسر الرضا بالثواب. نعم. قال وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية. لماذا؟ لأن الله جمع لابد أن نجمع. نعم. فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه سبحانه وتعالى. نعم. حي وقيوم فلا ينام. حي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وهذا كمال ذاتي. والقيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به، وهذا كمال في الذات وكمال في السلطان. وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن. اسماء الله حسنى أي بالغ في الحسن أكمل، والاسم إذا انضم إلى غيره كان حسن على حسن. ولهذا قالوا أن الحي مع القيوم اسم الله الأعظم، لأن الحي كمال ذاتي والقيوم كمال سلطاني، وجاء الحي مع القيوم حسن على حسن. وتكرر وجاء الحي مع القيوم في القرآن في كم موضع؟ من يقول ثلاثة؟ نعم، في ثلاثة مواضع، في آية الكرسي، في أول سورة آل عمران، في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم. حي وقيوم فلا ينام وجل لا ينام
صفة منفية عن الله، ننفي عن الله سبحانه وتعالى السنة والنوم لكمال حياته وقيومنته. نعم. وجل أن يشبهه الأنام. ليس كمثله شيء، لا يمكن أن المخلوق الناقص بماثل الخالق الكامل سبحانه وتعالى. كما أن نثبت لله، من يقول أنه لا يمكن إثبات إلا بتمثيل؟ نسأل، تثبت لله ذات ليست كالذوات؟ يقول نعم. إذن أثبت لله صفات ليست كالصفات. أنت موجود؟ يقول نعم، والله موجود، لكن ليس الوجود كالوجود، نعم، ولا الصفات كالصفات، ولا الذات كالذات. ولهذا قال نقول في الصفات كما نقول في الذات. أي نعم، هذا رد على من ينكر كل الصفات الجهمية. طيب، من يثبت بعض الصفات ينكر البعض، قال هذه الصفات لا يلزم من إثباتها أن تكون مماثلة صفات الخلق. إذن أثبت الكل أو انفي الكل، لابد أقول أثبت الكل. نعم.